أعزائي المتابعين متابعي قناة أحمد سموسي، كل سنة وأنتم طيبين. مين الموناليزا؟ وإيه سر شهرتها؟ وليه صورة الموناليزا ملهاش حواجب؟ هو ده اللي إحنا هنعرفه مع بعض بعد الفاصل. أهلا بيكم بعد الفاصل. كنا بنتكلم قبل الفاصل مين الموناليزا؟ وايه سر شهرتها؟ وليه الست دي في الصوره طالعه من غير حواجب؟ اول حاجه خلونا نتكلم عن ليوناردو دافنشي اللي هو رسم صوره الموناليزا. ليوناردو دافنشي ناس كتير اختلفت عليه، في منهم اللي قال ان هو طبيب وعالم نباتات، في منهم اللي قال ان هو رسام ونحات، واللي احنا عارفينه ان هو راجل بيعرف يرسم كويس، ده اللي اتفقوا عليه الناس، وان هو كان عايش في العصر السادس عشر الميلادي. صوره الموناليزا او الجيوكاندا زي ما بيسموها الجماعه المثقفين، اللهم احفظنا. الصورة دي فيها حاجات جميلة جدا، وهي دي اللي خلت عدد كبير من الناس بيتابعها اينما وجدت، وهي حاليا موجودة في متحف اللوفر في فرنسا. الصورة دي مرت بعدة انتقالات واتنقلت من حتة للتانية، لدرجة ان هي في يوم من الايام اتسرقت، وسرقها واحد اسباني او فرنساوي وباعها لواحد من الجماعة اللي بيرسموا، والراجل ده خدها واهداها لاحد المتاحف، فرجعت تاني واتنقلت. اول واحد اشتراها كان لويس الاول. مين هي الموناليزا؟ اختلفوا فيها برضو زي ما اختلفوا في رسام اللوحة. قالوا ان هي ام ليوناردو دافنشي، وهو يعني استلهم الصوره دي من والدته. في ناس تاني قالوا ان هي بنت الجيران، بس مش اللي غنى لها حسن شاكوش، لا بنت الجيران اللي كان ساكن جنبها ليوناردو دافنشي. اخر حاجه قالوها وهو ده تقريبا الاصح، ان دي زوجه احد تجار الحرير في هذا الوقت اللي هو القرن السادس عشر، وان هو طلب من ليوناردو دافنشي ان هو يرسم له صوره لمراته علشان يقدمها لها هديه، وان الراجل ده ما دفعش ثمن اللوحه، فعشان كده ليوناردو دافنشي احتفظ بيها وباعها لحد تاني اليوم. ليه الصورة مشهورة؟ الصورة مشهورة رغم بساطتها وإن هي ست قاعدة بتضحك ومنظر طبيعي جدا جدا، إلى إن هي صورة لأول مرة ثلاثية الأبعاد، يعني ليوناردو دافنشي عارف يصور المشهد من الأمام ومن الزاوية الجانبية، وطبعا في العصر ده ما كانش فيه الصور ثلاثية الأبعاد ولا رباعية الأبعاد ولا الأنيميشن زي ما إحنا بنشوف دلوقتي، هو ده اللي خلى الصورة دي واو في وقتها. تاني حاجة الابتسامة بتاعتها، رغم بساطة الابتسامة بتاعتها لأن هي معبرة جدا عن الابتسامة الموجودة عند كل البسطاء. ليوناردو دافنشي لما جه يرسم لوحة الموناليزا أو الجيوكاندا قعد فيها 7 سنين، من سنة 1503 لغاية 1510. أبعاد اللوحة 53 سنتي في 77 سنتي، يعني قد كده تقريبا، حاجة مهمة جدا وبتتباع بمليارات الدولار. جنيه. أي كام يعني؟ بس ما أقدرش أقول حاجة فيها مليون. بعد عنك بتجيلي كرشة نفس. نيجي بقى للرد على سؤال الحلقة، ليه الست منى بنت العم ليزا دي من غير حواجب؟ ناس كتير قالوا ان القرن السادس عشر كانت طالعة فيه موضة زي الموضة اللي النايلة اللي احنا بنشوفها اليومين دول، ان الستات بتشيل حواجبها، فعشان كده عملها ليوناردو دافنشي قال لك انا هرسم الست دي من غير حواجب. ودي حاجة جميلة جدا ان الراجل بيواكب الصورة وبينقل صورة العصر اللي هو عايش فيه عشان نعرف هم كانوا بيتنيلوا على دماغهم ازاي. طيب، الست منى بنت العم ليزا كانت مرسومة بحواجب ورموش، ولانها خضعت لعمليات ترميم وعمليات تنظيف كتيره كتيره واتنقلت من اماكن مختلفه الرطوبه والجو، الحواجب اختفت. مش كده وبس، لا، في ناس بيقولوا ان الابتسامه بتاعتها كانت احلى من كده، لان هي كان فيها التموجات بتاعه الضحكه الطبيعيه، لكن مع مرور الوقت اختفت التعرجات دي، ومش الرموش بس، لا، ده الرموش والحواجب والضحكه. اتمنى كده اكون وصلت لكم مين الموناليزا ومين ليوناردو دافنشي وايه السبب ان هي مشهوره بتتباع بملايين الدولارات. كل سنه وانتم طيبين.